هذا الإمام الحسن العسكري عليه السلام ينقل عنه أبو الأديان قال: دخلت على الإمام رحب بي، قال لي: يا أبا الأديان، هذه مكاتيب تأخذها إلى المدائن وستغيب 15 يوم، ففي اليوم 15 تدخل إلى سامراء، فإذا دخلت سامراء تجد الواعية في بيتي، ومعنى ذلك إن إمامك رحل من هذه الدنيا. قلت: أبعد الله أيامك سيدي وكلنا فداه، فإذا كان كونك من الإمام من بعدك؟ فقال الإمام: من بعد الذي يصلي علي صلاة الجنازة والذي يسألك عن أجوبة المكاتيب والذي يخبر ما في الهميان. قال: ثم ودعت الإمام وذهبت إلى المدائن وغبت في ذهابي وأيابي 15 يوم، في اليوم 15 دخلت سامراء، رأيت الناس يهرعون سيهرعون، سألت ما حدث؟ قالوا: أنا أن توفي الإمام الحسن العسكري ابن الإمام الهادي نجل الجواد ابن الرضا أبو المهدي صلوات الله وسلامه عليه. قال: فأتيت مع جماعة الناس، يقول: بينما أنا كذلك إذا أخرجوا جنازة الإمام وضعوها في بهو وقالوا: فليتقدم جعفر ليصلي على أخي، فأقبل جعفر ووقف على الجنازة يريد أن يصلي، وأنا في حيرة من أمري وقلبي يخفق، بينما أنا كذلك ووقف جعفر ليؤدي صلاة الجنازة، وإذا أرى صبيا خرج من حجرة قطط الشعر مفلج الثنايا أدعج العينين معتدل القامة له مطرف من خز بعضه على متنه والآخر يسحبه بالأرض، وأقبل نحو جعفر فجره، قال: تنح يا عم، أنا أولى منك بالصلاة على أبي. فصلى وصلينا معا. قلت: هذه واحدة. ولما فرغ من الصلاة التفت إلي قال: يا أبا الأديان. قلت: نعم سيدي. قال: أين أجوبة المكاتيب؟ قلت: هذه يا مولاي. ثم مضى، وبينما نحن كذلك إذ يأتي شخص أسود اللون قال: إلي إلي. فجئنا وقفنا عند الباب، ثم قال: تفضلوا، فأجلسنا في دهليز، ثم قال بعد ذلك: ادخلوا. قال: دخل فوجدت ذاك الصبي الخماسي الذي صلى على الجنازة وسألني عن أجوبة المكاتيب جالسا على كرسي قد ارتدى ثوبا أبيضا يتلألأ نورا، والله كأنه كوكب الصبح جمالا. فأخبرهم عن الأموال كم هي ومن أرسلها، وأخبرهم عن ما في الهميان. قلت: هذه الثالثة، هذا وقد غاب عن أبصارنا، والإمام المهدي غاب هذه الغيبة الطويلة. نعم يا سيدي، إننا نعزيك بأبيك، وأين هو كان الإمام لما توفي الحسن العسكري؟
قال الصقيل وقال خادمه يقول والله في اليوم الذي توفي فيه الإمام أصبح مثقلا وطلب ماء فناولناه الإناء ليشرب وكان يضرب بأسنانه ترجف يده لأن الإمام سقي السم القتال. أيوة وإماما وشهيدا. بعد ذلك رأيناه مد رجليه وأسفل يديه وغمض عينه وأدلى شهادته. السيد يا أبا محمد ذول شيعتك جو يشيعوك أحضروا عندك هذا اليوم ليواسوك يا سيدي. أي والله. ثم قال استودعكم الله وقضى نحبه. أيوة إمام رحم الله من هذا يا والسيد. أيوة حسنا يا والشهيد. لنعز الإمام صاحب العصر والزمان بوالده عظم الله لك الأجر سيدي يا ابن رسول الله يا مولاي. ومتى يا نرى لك نهضة من دونها الهمايات تسجد للمسجد.